فوت يا عمو فوت، ما في حدا. وهي الخضرة اللي طلبتيها شو طابخين اليوم يا مو؟ قولي علي، ما بتسأل إلا على بطنك. رحت لعند سمعه؟ حكيت معه؟ لا والله يا مو، ما شفته. ما شفتي شلون شلشنا بقصة الشيخ عبد العلي؟ هاي اطمنته عن الشيخ عبد العلي، برضاي عليك تروح تحكي مع سمو. لا ترخي بدن، وإلا بقول لمعتزها هيروح. يا مو، شو أنا أصير حربي؟ خلاص اليوم بروح بحكي معه. لقيت بيت يا مو؟ لا والله يا مو، ما لقيت. برضاي عليك لا تصرف المصاري، لأنه بعرفك تتبهنك على بطنك. لا هيك تقيلة يا مو، ما حبيتها مني. هدول مصاري مو مصاري، بعدين أنا بتبهنك. المهم هلأ بنرجع لموضوعنا، شو طبختوا اليوم؟ لك لسه